What I'm particularly concerned about it is how little the world is prepared for the fourth industrial revolution. ستبقى باقية وقيمة ما دام للعرب عنصر عربي موجود وأمة عربية تتوايب مع بعضها بعض إن كانت في أقطار بعيدة من بعضها بعض أو كانت قريبة. فنجد أن هناك في تضامن وأن هناك في تآزر قوي ورغبة في كل قطر عربي وأمة عربية للتآزر والتضامن.